excited. I cannot wait to meet my Kuwaiti fans. I'm so happy. You will rock as usual. Thank you. I feel very excited. I cannot wait to meet my Kuwaiti fans. I'm so happy. You will rock as usual. Thank you. مشاهدة حفل إليسا وسعد المجرد في السعودية في بث مباشر يستعد مئات الآلاف من الأشخاص في جميع محافظات المملكة العربية السعودية من متابعة وحضور حفل إليسا والتي يأتي ضمن فعاليات موسم جدة هذا العام، حيث من المتوقع أن يسجل هذا الحفل الغنائي ملايين المشاهدات، وجاء ذلك بناء على كميات البحث من بيانات جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة، حيث وصلت إلى قوائم الترند لا سيما على موقعي الفيسبوك وتويتر بسبب الشهرة التي يتمتع بها الفنانين اللبنانيين. ومن المقرر أن تلتقي حفل سعد المجرد والمغنية إليسا في المملكة العربية السعودية ضمن حفلات موسم جدة 2022 الجديد في يوم الجمعة، وبحسب ما تم تداوله فإنهم يغنون في هذه الحفلة أغنيتهم التي حازت على 100 مليون مشاهدة وهي من أول دقيقة.